مرحبا بكم متابعينا الكرام في نشرتنا الأسبوعية مباشرة من قناة موقع القنيطرة 36، وهذه أبرز العناوين: تسرب غاز سام يخنق عاملات الكابراج القنيطرة، إعادة تمثيل جريمة قتل سائق تاكسي في سيدي قصر، محتجون يضحون الزبونية في توزيع قفة رمضان بالقنيطرة، هداف الكاف كومبوست يقترب من الاحتراف في الدوري الفرنسي. حصل موقع القنيطرة 36 على مقطع فيديو يظهر حالة من الهلع والرعب واختناق عشرات العاملات وسط شركة الكابلاج أسيوس بالمنطقة الصناعية ولاد برحمة ضواحي القنيطرة بسبب تسرب غاز سام بالمعمل. وحسب مصادرنا فالاختناق ناتج عن انبعاث دخان كثيف ورائحة كريهة من مكيف هوائي بعد انفجاره، وتم نقل المصابات إلى المستشفى الإقليمي بسيدي سليمان، فيما تم نقل حالة واحدة إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة لخطورة حالتها، علما أن هذا الحادث أسفر عن فقدان عاملة لجنينها. هذا الحادث يأتي قبل يومين من إصابة أزيد من 500 عامل وعاملة بتسمم غذائي خلال وجبة الإفطار بشركة الكابلاج هيرشمان. ولتسليط الضوء على هذه الحادثة كان لنا لقاء مع السيد أحمد بحنايك الأمين العام لرابطة النقابات الحرة بالمغرب. نتأسف اليوم على هذه الواقعة اللي وقعت اليوم في شركة ديال سيوز ام اف زد. هاد الشابات ديال اليوم اللي وقع اليوم هذا المشكل ديال الاختناق بمعنى الكلمة، لأنه اختناق ماشي تسمم. راجع الى شي حسب التصريحات ديال بعض العاملين اللي كينتميو للنقابه ديالنا واللي هما في مع الاسف في طي الكتمان. حسب التصريحات ديالهم هناك واحد الكابل ديال اللي كيدهنوه باش كيشدوا داك باش كيحاربوا واحد السوق، باش كيحاربوا الفئران اللي كي هي مادة سامة قاتلة، كيديروها في داك الكابل اوتوماتيكمون جات مقاربة مع الكابل ديال سميتو ديال حتى ديال التبريد ديال الكليماتيزاسيون، هي اللي خلات هاد انه المادة القاتلة دازت مع لاكليم اوتوماتيكمون، عطاتنا تسمم جماعي واختناق جماعي اللي وقع الشابات اللي بداو كيردوا الدم. بعد اسبوع من الجريمه البشعه التي هزت ساكنه جماعه الشبانات باقليم سيدي قاسم والتي راح ضحيتها سائق سياره اجره من الصنف الكبير الذي عثر عليه مقتولا وقد تم التمتير بجثته، تمكنت السلطات من تحديد المشتبه به وتوقيفه بنفس الاقليم. المشتبه بارتكابه هذه الجريمة تم توقيفه من طرف عناصر الدرك الملكي يوم أمس السبت، وتم نقله لمكان الجريمة لإعادة التمتين. تداول النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيديو لمجموعة من النساء ورجل مكفوف أمام مقر دار الشباب بالقنيطرة وهم ينتظرون حصتهم من الدعم الغذائي أو ما يسمونه قفة رمضان، حيث احتج عدد كبير منهم على حرمانهم من هذه المساعدات وطالبوا عامل القنيطرة فؤاد المحمدي التدخل لتمكينهم منها ولفتح تحقيق حول الطريقة التي تسلم بها هذه القفة، ولا سيما أن المحتجين أكدوا أنهم فقراء ومنهم من لديه أبناء معاقين ولم يستفد من هذه المساعدات في الوقت الذي قالوا فيه أن أشخاصا لهم نفوذهم من يستفيدوا من القفة. بات هداف النادي القنيطري الكاميروني جوزيف كومبوس قريبا جدا من الاحتراف في الدوري الفرنسي في بطولة الموسم المقبل، وكشفت مصادرنا أن جوزيف كومبوس في طريقه للانضمام لنادي ستراسبورغ الفرنسي الممارس بالدرجة الأولى من الدوري الفرنسي ليغ أ، سيما أن وكيل أعمال اللاعبين الفرنسي كان قد وقع عقدا مع كومبوس في أحد فنادق المدينة تربطه علاقة وطيدة مع مسؤولي الفريق الفرنسي.